عن دفاع شباب بلوزداد. التوزيعة كانت للبنزازي في القائم الأول، المتابعة من بن دعبان لكنه لم يتمكن. فرحة كبيرة عند حميد الشيخ. أليكس يأتي للمساعدة، يستنجد هو الآخر ببن دعبان. بن دعبان أمام تيري بلال، يلعب مع براجة، يضطر للعودة إلى الخلف للانطلاقة. خضير مع براجة، ثنائية صعبة خطيرة، التسديدة والتوزيعة لنيبي. بأي روعة، بأي طريقة، بأي ذكاء، بأي إبداع، ويعدل النتيجة ويلهب المدرجات المقابلة. هدف جميل جدا، نشاهد الإعادة، نشاهد الروعة ونشاهد الإبداع. هنا القوة كانت غائبة لكن الدقة كانت حاضرة، وكان بذلك هدف التعادل لشباب في الوزداد. الريتم بطيء أحيانا، الهجومات قليلة لكن الدقة والفعالية حاضرة من كلا الفريقين تقريبا. براجة، نعود إلى أكنيوان، التوزيعة بما توصلش الكرة، حسني قصة، أليكس ما يتمكنش من استرجاعها. سيدون يلعبها مع أي تعليح إلى المراه في اللحظات الأخيرة، وفي إنذار لبوكجان. أول إنذار أرى البطاقة الحمراء، ماذا سيفعل الحكم بشاري؟ أرى البطاقة الحمراء في يد بشاري. فعلا البطاقة الحمراء، إلى درجة أن تيري بلال تحدث مع بشاري وقال له بأنه في يديك بطاقة حمراء، وكأنه لم يكن يتوقع إشهارها في وجه بوكجان. الحكم بشاري يشهر البطاقة. هنا التدخل، المسك من الخلف، توزيعات بن ساسي وايت وحسني على الجهه اليمنى. يطلب من اوزناجي لتعزيز وسط الهجوم، وربما صعب الاتحاد العاصي. ما حميدي ماذا ضيع في هذه الكره؟ باب الوزداد من هذه الكره الدقيقة بالمسطره يقدمها لحميد الشيخ، ولكن عود راس الاتحاد العاصمه بعد سلسله الفرص التي ضاعت من المهاجمين. ولما يدخل الشكل الاتحاد تأتي هذه الكرة لليبي الذي يغير الاتجاه لأكنيوان. التسديدة صعبة، شوف لاعب في نصف فرصة قادر يصنع ويخلق هدف. أوبا احتكاك. الحكم يقول ما فيش ضربة جزاء. الإعادة، المراوغة، المسك وضربة جزاء لشباب بلوزداد لم يحتسبها حكم المباراة، رغم أن المسك من الخلف كان واضح. هاي الإعادة داخل منطقة العمليات، المسك من الشورت إن صح التعبير، والضربة الجزاء فريق شباب بلوزداد. في هاي الإعادة، هاي واضحة هنا مع المخرج يزيد بلكوت مع توقيف الصورة. هنا هاي واضحة، المسك واضح وقصدي وعندي، وضربة جزاء لم يحتسبها حكم المباراة. تأتي الخطورة لأنه يخرج من منطقته ويفتح المجال لفريق اتحاد الجزائر. الخطورة من كلا الجانبين لحد الآن، ولكن على فترات. بن ساسي إلى أوزناجي، أوزناجي بن ساسي مرة أخرى. هاي هنا صعبة، هنا تسرع نوعا ما بن ساسي في تسديد الكرة، رغم أنه كان عنده الحلول أمامه. نفذ عالية، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح فريق اتحاد العاصمة. من هندرسون وبالرأس أيضا، هل راح منعرج الأهزيج للاتحاد؟ التوزيعة، وهنا فعلا هو هندرسون الذي تمكن من تسجيل أمام كوكبة من اللاعبين، هو الذي طبعا هاي الإعادة من عمار عمور من هذه الزاوية سنشاهدها. لا ليس هندرسون،